باش نصايب قناه على اليوتيوب وكيفاش يمكن لي نعدل عليها الاعدادات ديالها بشكل صحيح باش تكون قناه ناجحه كيفاش وكيفاش؟ يعني هذا السؤال كيتطرح عليا بزاف ديال المرات من طرف الاصدقاء ديالي، من طرف الناس المتتبعين كيقولوا لي كيفاش نصايب قناه وكيفاش وكيفاش. طريقه بسيطه باش ما نطولش عليكم، ناخذ الشرح بوضوح باش تفرجوا حتى الاخر. ما تنساوش الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه يعمل اشتراك في داك الزر الاحمر ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالنا ان شاء الله، والناس القدام اللي معنا ما يبخلوش علينا باللايكات وبالكومونتير وبالاراء ديالهم واللي شي حاجه نشرحها نشرحها. يلا خليكم معنا نشوف الدرس باش ندخلوا في الموضوع نيشان باش ما نطولوش. تدخل لاباج هكا عندك الكمبيوتر حتى التليفون بامكانك تخدم به من تما، عندك يعني تدخل لهاد الباج ديال جوجل كيكون عندك واحد الزر هنا ديال المهم. انا راه دخلت واحد الجيمايل، اني غندخل معاكم من جديد باش تفهموني. باش كتدخل اول مره كتدخل الجيمايل هنا كدير اي حاجه، كتختار اللون كدير دون باش كيلوحك التسجيل باش دير تسجيل الجيمايل جديد انشاء. هنا كتضغط على انشاء حساب، هنا كتكتب مثلا بدر كريم، هادو ولاد عمي هما اللي طاحوا لي في بدر كريم. هنا كيعطيك الاختيارات، المهم كتختار اي واحد باش هنا كدير كلمة المرور، هنا كتكررها مزيان، كدير التالي، اهم شيء الرقم ديالك ديال التليفون ما تبدلوش، غير كتدخل غير تكون دخلتيه بالرقم ديالك التليفون ما تبدلش داك الرقم حيت غادي تحتاجو من بعد. الله نكتب الرقم ديالي مع الله يدخل دخلت فيها بزاف ديال لي جيمايل فاش كنت شحال هادي مزيان. هنا كدير شي جيمايل ديالك مثلا قديم باش كيتأكدو .com. هنا ماشي ضروري دير، واني كنصحك واخا كيقول لكم ماشي ضروري دير الشهر الميلاد، واني تنصحك ديرو يعني دير ديالك بالضبط حيث النهار غادي تدفع الطلب الادسنس كيكون بزاف فيه مازال غاتفهمو هادشي. جيمس دوكار تالي انا مازال ما قبلوش من غلط كتبت الشنطة هاهي يا سيدي مزيان. دابا هادا دخلنا يس اي ام، هنا كدير سكيب مزيان. من بعد ما كتدخلو كتدخل لهنايا كتكتب يوتيوب كتدخل الباج ديال يوتيوب عادي جدا باش كيلوحك لهنايا. اول ما كتدخل كتلقى هاد السين ان، يعني مازال ما دخلتيش خصك ضروري تضغط عليها باش كتبان لك السميه ديال الجيمايل ديالك. تقلب اما الانجليزيه اما العربيه ولا الفرنسي باش ما درسوه. هنايا كتخلي بالعربي باش كلشي يفهم. هنايا هو طلع لي السميه ديال الجيمايل اللي درت مزيان. كتجي لهادي ها هي هنايا ديال القناه ديالك، هنا كيوريك انشاء قناه باش يمكن لي انشاء قناه. هنا كتضغط على هادي هي الاولى كتضغط على انشاء قناه، هنا كتبدل السميه الا بغيتي تبدل السميه، كدير شي سميه اختياريه اللي بغيتي ديرها للقناه ديالك. وهنا الا بغيتي الا كانت عندك تحميل ملي كتضغط على تحميل الصور كيكون في البيرو ديالك ديال الكمبيوتر او التليفون، يعني كتختار الصوره ديال البروفيل اللي بغيتي انت. انا ما ماشي ضروري، المهم كنضغطوا على هذه ملي كتسالي هادو كدير السميه اللي بغيتي للقناه ديالك
كدير انشاء قناه. مازال دابا عطاتنا هذه هي القناه ديالي، مازال ما فيها والو. من بعد ملي كتبغي الا بغيتي تحمل الفيديو كتجي لهادي او كدير تحميل الفيديو. ملي كتبغي تطلق شي فيديو فيها اما كتجي لهادي، هاد اللعيبه هادي ها هي فيها كاميرا وفيها زائد في الوسط، او كتجي لهاد اللعيبه ديال تحميل الفيديو. مزيان، اهم شيء غادي نمشيو للاعدادات قبل ما نبداو. كما قلت لكم مش خصكم تكليكو على تخصيص القناه باش كيلوح كل الاعدادات ديالها. انا كدير المزيد كيلوح غير لواحد الباج كتبقى تفرج فيها، ما عندنا نديرو فيها التخربيق. هنايا باش كيلوح نيشان كتفتح الباج ديالك ديال الاستوديو ديال القناه ديالك الجديده. مزيان، انا كيعطيك العلامه التجاريه. شنو هي العلامه التجاريه؟ هي ملي كيدخل المشاهد الفيديو ديالك، يعني كتبان في الفيديو ملي كيدخل كيتفرج في الفيديو ديما كتبان هنايا في هذا القنص، في اي فيديو كتبان في القنص. كدير اما سبسكرايب اما اشترك الان اما اشترك معي في القناه، كتكون واحد الصوره صغيره هنايا بحال اللي عاطينك هنا في التحت. هذه ماشي مشكل. هاد الوصف هو شنو انت باغي يعني دير في القناة ديالك. مثلا ملي كتسالي من هنا غنمشيو للاعدادات. اهم شيء هنا ركزوا معايا مزيان، اهم شيء هادو هما الاعلانات، اهم شيء هادو هما الاعدادات باش تدخلهم بطريقه صحيحه. ملي كتدخل الاعدادات كيعطيك بحال هاد لاباج، كتضغط على القناة. هنا كتخسر البلد ديالك، مثلا انا غنختار المغرب. فين كاين المغرب؟ مزيان، كتختار بلد المغرب. هنا شنو هي الكلمات الرئيسيه؟ قال لك هنا يرجي ادخال قيم مفصوله بالفواصل. شنو هي هذه الكلمات الرئيسيه؟ هي ملي كتكون كتحط الفيديو كيكون العنوان وكيكون فيه الوصف هنا بدون الا بغيتي ديرهم كتكتبهم هنايا، باش بلا ما تعذب كل مره خصك تنزل الفيديو خصك تهبط الوصف وتكتب وكذا. مثلا هنايا كدير كتكوبي كدير الانستغرام ديالك وتدير الفيسبوك ويعني داكشي اللي عندك، ولا عندك تيك توك حتى هو حطو هنايا. كتبقى تقول لهم زورونا في الباج ديالنا في الفيسبوك او في الانستغرام وكذا. وفي الاول كدير لهم لا تنسى الاشتراك. المهم هذا الشيء اللي كيكتبوا باش ما بلا ما تبقى تعذب مره اخرى تحط الفيديو عاد كتبقى تكتب وديرو زورونا في الموقع في الفيسبوك ديالنا وفي الانستغرام. انت يمكن لك تكتبهم هنا كاملين باش تهنا في مره واحده، تخلي لي سباس الفوق ديك الساعه. اي فيديو علاقه كتعطي له ملخص ضروري من الملخص ديال الفيديو باش المشاهد يعرف شنو فاش كيتفرج. مزيان، هنا ملي كندخلوا للاعدادات المتقدمه اهم شيء يعني القناه ديالك الا كانت مخصصه هنايا ملي كيعطيك انا عطاك يمكن تسهل هنايا قال لك هل تصنيف هل تريد تصنيف قناتك على انها مخصصه للاطفال. الا كانت مخصصه للاطفال كتقول له نعم اريد تصنيف هذه القناه على انها مخصصه للاطفال، فانا احمل دائما محتوى مخصصا لهم. الا كنتي كتهضر غير على الاطفال مثلا لي فيديو ديال الاطفال وانشطه الاطفال يعني بزاف ديال الحوايج ديال الاطفال، والا كانت قناه ديك لا علاقه بالاطفال هنا كيعطيك اختيار ثاني لا اريد تصنيف هذه القناه على انها غير مخصصه للاطفال، فانا لا احمل مطلقا اي محتوى مخصص لهم. مزيان، هذه اتكليكي على هذه خليها، هذه بعد منه. وهذه الا كنتي مخصص القناه ديالك مخصصه للاطفال برك على الاوليه. هنايا قال لك الرابط يمكن ربط قناتك على اليوتيوب بحساب على اعلانات جوجل للسماح لحساب بعرض الاعلانات السينمائيه التفاعلات مع فيديوهات قناتك والوصول الى الاحصاءات من فيديوهات قناتك. شنو كيعني هنايا؟ كاين راه بزاف من واحد ما عارفينش شنو هذا الرابط الحساب. الا لقيتي رابط الحساب ولقيتي هنا اعلانات جوجل يقول هذه جوجل ادسنس، راه كاين فرق ما بين جوجل ادسنس وكاين فرق ما بين هو وسميتو جوجل اوورد، خصكم تفرقوا بيناتهم.
هذا شنو هو دا جوجل ديال الاورد هو اللي كدير اول مره ملي تدخل القناه ديالك هو خصك ضروري تربط القناه ديالك معاه. دابا نخلي لكم الشرح ديالو هذا غادي يكون الى درت الشرح دابا غيكون الفيديو طويل وما بغيتوش يكون طويل بزاف. هذا مزيان باش ملي كتربط الحساب ديالك كتمشي لجوجل المهم فيها بزاف عاد ديك الساعه كيجيك لهنا موافقه لانك ربطتي معاه. اما ديال الادسنس الادسنس حتى كتكمل الشروط اللي عطاك اليوتيوب يعني 1000 ساعه 1000 مشترك و 4000 ساعه عاد ديك الساعه بامكانك باش تدخل باش تربط القناه ديالك مع جوجل ادسنس تما كيطلعوا الارباح ديالك. مازال تفهموا هذا الشيء ترجمة تلقائية عدم عرض أي كلمة يحتمل أن تكون غير ملائمة. هذه كضغط عليها أوكي هذه ديال عدد هذه لا يعني دوك الكلمات اللي كيبانو يعني بحال شي كلمة موسخة ولا شي لعبة كيحذفها أوتوماتيكمون. هنا عدد المشتركين هذه دابا نهضر لك عليهم عدد المشتركين إلا بغيتي تبينهم للمشاهد او الا ما بغيتيش تبينهم كتضغط على عرض عدد المشتركين. دابا انا راه بغيت نبينهم كندير عليهم علامه اما الا ما بغيتش نبينهم للمشاهد كنضغط على هذه كنخليها هكا خاويه ايقاف الاعلانات التي تستهدف الاهتمام. هذه مش ما عندك من دير هذه خليها هكا. دابا هنايا ديال هذه هنا كيقولك الميزه التي تتطلب يعني هنا عطاك الميزه التلقائيه صافي راه دخلتي الاعداده الاوليه هنا كيعطيك ديال تتطلب اثبات ملكيه القناه عبر الهاتف. ملي كتضغط على هذه كيبان لك هذه شنو كيطلب منك تفعيل الميزه التلقائيه اثبات الملكيه هذه هي اثبات الملكيه عفوا للقناه ديالك. ملي كتضغط على اثبات ملكيه القناه هنا شنو كيطلب منك انا هنا كتدخل غير الرقم ديالك باش كيوصلك واحد الكود باش كتكون 05 مثلا انا غندير الرقم ديالي 05 كدير هنا عبر باش يوصلني واحد الكود باش ندخلو باش كتثبت القناه ديالي. كود أصلي المهم راه وصلني واحد الكود خصني ندخلو هنا 4 4 1 0 6 1 7 ساعة كدير إرسال صافي كيعطيك هنا تم إثبات صحة رقم الهاتف تعني هنا تم إثبات صحة رقم هاتفك باش كتكون الملكية ديالك خصيصا غير الهاتف ديال هنا كيعطيك الشيء هاهي تفعلات معنا هاد الميزة دابا مزيان. قبل ما تخرج كتهبط لهاد ديال الإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات هنا كيف ما طلبو في داك الأول هنايا ديال العنوان هو أنك تكتب يعني العنوان إلا كان عندك محتوى واحد يعني كيوصف غير حالة وحدة ولكن هنا محتاجش أنا كنفضل نكتب غير الوصف. شنو هو الوصف؟ الوصف هو أنك راه ذكرتو عاد شوية بأنك تكتب فيه جميع تكتب فيه الانستغرام ديالك والفيسبوك ديالك تكتب الانستغرام ديالك والفيسبوك ديالك كتكتبهم هنا فاش كتقولهم زوروا الموقع هنا وكتكتب القناة ديالك زوروا الموقع ديال القناة ديالي يعني بلا علاش هادي اللي كيعطيوها يعني ما يحتاجش عادة تبقى تحط ديما الفيديو. ملي غتحط الفيديو كتكتب زوروا الموقع على الفيسبوك وتويتر ولا تنسى الاشتراك هنا كتكتب كلشي بدقة وحدة باش كتهنا مزيان باش ما نطولوش. هنايا كنصحكم شنو هي علني علني هي ملي كتحط الفيديو كيطلونصا ديريكت اما الخاص كيبقى غير ديالك كتشوفو غير نتا اما غير المدرج كتعطيه واحد الوقت محدد بانه انا كنصحكم ديما غير المدرج تبقى تحطو. مثلا حطيتي لنا فيديو كتحدد له الوقت بحال دابا انا بغيت نحطو غدا ليه يعني في العشيه وكندير الوقت وكندير التاريخ باش كنرتاح كنحطو انا دابا كنكتب كلشي كندير الاعدادات ديالي وطف طف كلي
يعني كنصاوب التصويره المصغره ديال الفيديو وكنحطو غير مدرج كيتحط حتى الغد لي غير كندير باك كندير كنرجع كنعدل على الاعلانات كندير اعلان علاني باش كيطونص هذيك الساعه. انا كنصح ديما ديرو غير مدرج. هذه علامه اضافه العلامه. مثلا انت المحتوى ديالك كاين على الطبخ، مثلا غنهضروا على الطبخ، المحتوى ديالك كاين على الطبخ، انت هنايا ديما تبقى مثلا غطاكي الناس ديال طاقي الناس ديال اللي كيصوبوا الطبخ، ديما طاقيهم القنوات، سير شوف القنوات الكبار وطاقيهم هنا، كتب سميتهم مثلا ما عرفتش انا ديال الطبخ ما كنعرفش بزاف، مثلا شوميشا كتكتبوا شوميشا هنايا مثلا، يعني القنوات الكبار ديما طاقيهم هنايا، وتبقى طاقيهم مثلا حطيتي على الكسكسو طعام كسكسو طعام طعام، هذه هي اللي كيقولوا لها الترفيع ديال القناه، باش كيكون الفيديو ديالك هذا موضوع واحد اخر، باش كيكون الفيديو ديالك كيكون مع القنوات الكبار ملي تبقى دير اضافه العلامه. هذه زوينه هذه الميزه، هذه كنصحكم ديما تبقى ديروها ملي تبغوا تحطوا شي فيديو. كنمشيو للميزه الثانيه، هنا الا بغيتي الدعوه شنو هي، يمكن اضافه لهذه القناه او تغييرها، ولكن في الوقت الحالي تنطبق هذه ما خليها من بعد هاد المنتدى. هذا الا بغيتي تضيف شي مشرف معاك، مثلا الا كنتو كتخدموا في جوج باش كتخدموا كيكون عنده في التليفون ديالو وانت في التليفون، يعني كتخدموا في جوج. هذا هاد حد الروابط هو دوك اللي كيحطوا دوك اللي كوم بحال الفيديو ديالك كيجي عندك الكومونتير واحد شي رابط لا علاقه، يعني يكون شي رابط ما عرفتش، يعني كيقول لك في حال تحديد هذا الخيار تتم مراجعته، يعني كنصحكم تضغطوا عليه حضر الروابط. واخيرا كيكون الاتفاقيه صافي، من بعد كدير حفظ مزيان. هذه هي القناه ديال ملي كنجيو هاد الاحصاءات هنا كيعطيوك عدد المشاهدات اليوميه ولا عدد المشاهدات في الشهر ولا عدد المشاهدات في 3 شهور، يعني من هنايا كتخسر ملي كتجي لهنايا، هي اخر 7 ايام، اخر 28، اخر 90 يوم، اخر 365. التعليقات هي هنايا ملي كيعطيك التعليقات بانتظار المراجعه، يعني هاد هنا التعليقات كيكونوا عادي، يعني كيكون الواحد كيعلق تما عادي، ماشي اما ديال بانتظار المراجعه، يعني هادو اللي كيسببوا المشكل القناه ديالك بانه غادي تتم ديما الى دفعتي المراجعه مثلا وعندك شي تعليقات، يعني اليوتيوب ما كيقبلهمش، هنا غادي تولي عاود ترجع دير طلب، من الاحسن تبقى هاد التعليق تبقى تمسحهم من هنا. وهاد حقوق الطبع يعني تحقيق ديال الربح، هنا كيبين لك كلشي ديال 1000 عدد المشتركين المطلوب هو 1000 مشترك و 4000 ساعة باش بامكانك عاد باش تولي تنتقل بحال الباكالوري باش تنتقل الإجازة باش توصل ديال 10 دولار، يعني ملي كتحقق داك لاخر صافي كتولي قناة ديالك كيتعرضو عليها الإعلانات الإشهارات، ومن بعد كيوليو كيعطيوك ديك 10 دولار خصك تكملها في ظرف ديال، يعني ماشي ظرف، يعني خصك ضروري تكمل ديك 10 دولار، ملي كتكمل ديك 10 دولار كيعطيك واحد الشرط الثالث، الشرط الثالث هو هي على شي 100 دولار، لا ماشي 100 دولار اعتقد، شي 100 دولار ولا 80 دولار عاد باش يمكن لك ديك الساعة تاخذ الفلوس منهم. هنا غنكون وصلنا للفيديو، هنا غنكون وصلنا لاخر نهايه الفيديو. اما في المحتوى كنصحكم اخوتي باش نعطيكم النصيحه قبل، المحتوى ديما حافظ عليه، يعني خص يكون شي محتوى زوين، يعني اللي غيثير الانتباه للمشاهد باش يخلي باش تخلي انت عندك حتى العنوان، هذا اهم شيء كيجبد
وعندك الصوره المصغره والمحتوى يكون زوين. يعني كنفضلك انت تصور شي حاجه واخا تنقلها وتصورها بنتايا بطريقه ديالك، ماشي تمشي تاخذ فيديو من شي واحد وتحطو عندك. راه واخا تشوف راه فيها الحقوق الطابع والنشر، انت تبقى تقول راه ما جاتنيش حقوق الطابع، ملي غادي نهار غادي تدفع للاخر هنا كتلقى المشكل عند بزاف.